حلقة جديدة من Propertyours رح منتبعها سوا اليوم على أمل نرضي أزواقكم ونساعدكم على اختيار الشقة السكنية المناسبة بالإضافة للمكاتب والمحلات. حلقتنا اليوم تتضمن جولات جديدة بمناطق جديدة، وأيضا رح نستعيد فيها مشاهدينا جولات سابقة لنا بمشاريع سكنية وتجارية. تابعونا مع شادي. ببيت مسك بالمتن لنعرفكن على شقة مش للبيع. هالشقة موضوعها بيختلف معنا اليوم ببرنامج Property Yours، وبيتضمن عمل إنساني بامتياز برعاية الـ MTV والChildren's Cancer Center of Lebanon. هالكامبين تحت اسم Home Sweet Hope، ومعي نسرين لتعرفنا أكثر عن هالموضوع. مثل ما قال شادي، الشقة اليوم مش للبيع، بس أكيد فيكن تحصلوا عليها عبر مشاركتكم ببرنامج جمع التبرعات اللي أطلقوا مركز سرطان الأطفال Home Sweet Hope. تحت شعار لإلك بيت ولإلي أمل بالشفاء أطلقنا هيدي الحملة. بمجرد شراءكم بطاقة $200 بتكونوا عم تدعموا مهمة المركز الإنسانية، وكمان بتكونوا عم تحصلوا على فرصة إنكم تربحوا هيدا البيت المميز ببيت مسك. كل ما اشتريتوا بطاقات أكثر بتكونوا أكيد عم بتساعدوا أكثر مهمة المركز الإنسانية، وكمان بتكونوا عم بتزيدوا فرصكم إنكم تربحوا هيدا البيت المميز ببيت مسك. يوم السحب ب 25 كانون الأول 2013. بس كيف فيكم تحصلوا على هالبطاقات؟ أكيد في ثلاث طرق. في أول طريقة من مركز سرطان الأطفال أو من OMT، من أي فرع من فروع OMT حول لبنان. وكمان الطريقة الأسهل هي عبر الويب سايت المخصص لهالحملة، اللي هو www.homesweethope.cccl.org.lb. شقة على الطابق الأول مساحتها 205 متر مربع، ألا في من 2 ريسبشن أرياز بيطلعونا على تراس، مطبخ تابع لإله ميد روم وحمامة، تواليت للضيوف، وثلاث غرف نوم واحدة منهم ماستر. مواصفات الشقة بتتضمن شوفاج على الغاز، ستوريج روم تحت الأرض، وباركينج. باسم كل أطفال مركز سرطان الأطفال، مجد وإثراء بحبوا يقولوا لكم ميرسي. دوبلكس أبارتمنت مع جنينة للبيع بمنطقة الربوة، تحديداً على الشارع رقم 8. هالأبارتمنت موجودة على الجراوند فلور من هالبناية وإلى برايفت انترنس. مساحة الأبارتمنت من جوا 460 متر مربع والجنينة 250 متر مربع. أول طابق مؤلف من 5 ريسبشن أرياز، غرفة نوم تابع لها حمام، ومطبخ كتير واسع تابع له لوندري روم وميد روم. مطبخ الشقة مساحته لحاله 50 متر مربع تقريبا، له تي في روم، بريكفاست تيبل، مخزنات من خشب السنديان، وكاونتر توب جرانيت. ثاني طابق من الديوبلكس مؤلف من 3 غرف نوم، كل غرفة نوم إلا خزينات خشب بالحيط وبالكون، والماستر بدروم الأساسية تابع لها جاكوزي.460 متر مربع بالربوة، 4 غرف نوم 2 منهم ماستر، بإضافة إلى جنينة 250 متر مربع مع فيو، حالياً للبيع ب 690 ألف دولار. And you shall be waiting, yeah.
جينا على منطقة بيت ميري قضاء المتن لنتعرف على بناية under construction مؤلفة من شقق سكنية للبيع. الشقق مساحاتهم 285 متر مربع أو 295 متر مربع. فينيشينج كتير فخم، في طوابق مع تراس وجنينة وطوابق دوبلكس. بناية بيت ميري ملبسة حجر. مواصفات الشقق الداخلية سوبر ديلوكس. شفاش سنترال، بلاط رخام بالصالونات، سيراميك بالحمامات والغرف بالإضافة للمطبخ، وكلهم مستوردين من أوروبا. أربع غرف نوم لكل شقة، اثنين منهم ماستر ومجهزين ليركب لهم سبليت اي سي يونتس. كل شقة ببناية بيت ميري إلا فيو مميز بيطل على الجبل ما بيتسكر عليه. كل شقة تابع لها ستوريج روم تحت الأرض بالإضافة لاثنين أو ثلاثة باركينج. لكجيري ليفينج ببيت ميري ب 285 متر مربع أو 295 متر مربع. ستارتينج برايس 2200 دولار بالمتر والدليفري ديت آخر سنة 2013. حابين تعيشوا بالأشرفية ببرايم لوكيشن وبتاور كتير فخم وهاي أند، ما إلكن إلا أسلا تاور 126. أسلا تاور مؤلف من قسمين، قسم سيمبلكس أبارتمنت بمساحة 264 متر مربع وقسم دوبلكس أبارتمنت بمساحة 338 متر مربع. التاور فخم كتير، ملبس جرانيت وأليكوبوند من النوعية الأوروبية المرتبة. خلينا هلأ نطلع على الشقق وناخد فكرة أكتر عليهم من جوا. الأبارتمنت بأسلا 126 مساحتها 264 متر مربع. تواليت للضيوف، مطبخ مع الميد روم وحمامة، ثلاثة ريسبشن أرياز مفتوحين على بعضهم، بلاط رخام، شوفاج، أي سي سنترال، بالإضافة لواجهة كبيرة بتطلعنا على بلكون واسع. ثلاث غرف نوم لهالشقة، ثلاثتهم ماستر مع حمامهم. كل غرفة نوم في إلها AC سنترال أكيد مع سبريت كنترولر بالإضافة لبالكون صغير لكل أوضة. مطبخ الشقة كبير مؤلف من خزانات خشب من قشر السنديان بالإضافة لكوريان كاونتر توب. القسم الثاني لأسلا 126 هو الدوبلكس أبارتمنت، مساحته 338 متر مربع. أول طابق ريسبشن أريا مع تواليت للضيوف ومطبخ، وثاني طابق ثلاث غرف نوم ماستر بالإضافة لفاميلي روم. أسلا 126 تاور فخم كتير بالأشرفية، معمر بهاي أند كواليتي ماتيريال. الشقة اللي فيه جديدة وجاهزة للسكن. ستارتينج برايس 3500 دولار بالمتر. اثنين جنريترز تابعين لهالتاور 24/7 بالإضافة لأربع طوابق باركينج تحت الأرض. بالأشرفية وتحديداً بمنطقة العدلية، بناية جديدة سكنية للبيع مؤلفة من سبع شقق، كل شقة مساحتها 200 متر مربع وكل طابق شقة. منشوفها سوا. مثل ما ذكرنا وقلنا، مساحات الشقق من جوا بالأشرفية 200 متر مربع كل طابق شقة. الفوطة دغري على الريسبشن أريا، بلاط رخام، ديكور جفصين، مطبخ، ثلاث غرف نوم واحدة منهم ماستر، بالإضافة لهالقعدة صغيرة هون على البلكون اللي مسكر بكورتن جلاس. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream.
مطبخ الشقة مألف من كاونتر توب كوريان مع مجلى ستانلس ستيل. إلو كمان ميد روم وحمامة. تابع للمطبخ كمان بريكفست اريا. البناية اللي شفناها بمنطقة الأشرفية بالعدلية فخمة وملبسة حجر 100%، مألفة من 7 طوابق سكنية، كل طابق شقة بمساحة 200 متر مربع. حالياً البناية للبيع بكاملها، وسعر البناية بالسوق 4,057,000 دولار. بالمنصورية وبمنطقة كتير رايقة رح نتعرف على بروجكت جديد under construction، منصورية 1191. هالبروجكت مؤلف من بناية سكنية من 4 طوابق، كل طابق شقتين بمساحة 210 متر مربع، شقق مع تراس وشقق مع ديبلكس. كل شقة مؤلفة من 3 غرف نوم، تواليت للضيوف وغرفة خادمة، شوفاج على المزود، 2 باركينج تحت الأرض. بالمنصورية شقق للبيع بمساحة 210 متر مربع مع فيو كتير مميز، ستارتينج برايس 1750 دولار بالمتر، والتسليم بصيف 2014. مع إعلان الولايات المتحدة قبل أيام أنه مركز التجارة العالمي الجديد بنيويورك أصبح رسمياً أعلى مبنى بالولايات المتحدة، عاد الجدل بشأن أهمية علو المباني، حتى في هناك من بيعتبر أنه البنايات الشاهقة علامة على انتكاسات اقتصاد. واستعان بعض الخبراء بالنظرية اللي توصل إلى عام 1999 أندرو لورنز، مفيدة أنه كل ما ارتفعت المباني كل ما كان ذلك علامة على دورة اقتصادية، وبتربط النظرية بين ظهور أعلى بناية بالعالم وأحداث اقتصادية مهمة. فبال 1907 تزامن انشاء بنايه سينجر وميت لايف بيلدينج بنيويورك بفتره التردد الاقتصادي، اما بنايه امباير ستيت فقد تزامنت مع فتره الكساد الكبير، كما تزامن بناء برج بتروناس بماليزيا مع فتره الازمه الاسيويه، وتزامن بناء برج خليفه بدبي مع فتره الانكماش الكبير. مشاهدينا، بدي اشكركم لمتابعتكم الدائمه لبرنامج بروبرتي يورز. اصداء كثير حلوه عم نتلاقيها منكم مش بس من لبنان، كمان بروبرتي يورز تاثيره عم بيكون كتير مهم بتشجيع المغتربين اللبنانيين للتملك بلبنان. خليكن عم تتواصلوا معنا عبر الأرقام اللي عم تقطع على أسفل الشاشة وعبر info@propertyyours.com، وقال المزيد من المعلومات خليكن عم بتتابعونا على propertyyours.com وعلى فيسبوك، كما هو فيكن ترجعوا تحضروا إعادة لحلقاتنا على mtv.com.lb/programs لتعرفوا شو في عقارات جديدة وأهم المستجدات بالقطاع العقاري بلبنان. تابعونا بحلقة بكرة وبنفس الوقت. مصور.